عفوا كريم تحب العفو فاعف عنه. اللهم صل وسلم وانعم واكرم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ذلك حمدا كثيرا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ذلك حمدا كثيرا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا رب العالمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر لذلك حمدا كثيرا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر لذلك حمدا كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله نبدا محاضره اليوم عن العنوان عن المعامله بالحسنى. المعامله بالحسنى يعني مسلم مسيحي جميع الانواع. المعامله بالحسنى يعني اللي عمل لي سيء او عمل لي حاجه اعمله بما يرضي الله ورسوله. سواء حد عمل لي حاجه وحشه ابدأ له بالاحسن وجادلهم بالتي احسن. اللهم صل وسلم. ايه المعامله؟ بنعامل الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه؟ عاملوا الناس كما ان تحب ان تعاملوا به. يعني اللي زي ما الناس انت بتحب الناس تقول لك ايه، تقول للناس بتحب تعمل الناس عاوز يعني حضرتك عاوز ايه، لازم تخلي الناس كلها تحبك. المعامله بالحسنى سواء مسيحي مسلم مؤمن اي انسان. ونعامل كمان الحيوانات بالحسنى، ما نأذيش حيوان ولا نضرب حيوان ولا اي حاجه، لان الحيوانات روح ربنا خلقها بتسبح ربنا اكتر من الانسان. والجماد مثل ذلك، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إزاي نقعد نخرب في الأرض ونخرب في البيوت لا إحنا نصلح. يعني الملائكة تم قالت أتجعل فما يفسد فيها ونسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، قال أعلم ما لا تعلمون سبحانه وتعالى. يبقى المعاملة بالحسنى أن تعامل الناس كما أن تحب أن تعامل به نفسك وأهلك وأهل بيتك والجيران وكل جميع الناس. وكلنا إخوة في الإسلام، مسلم مسيحي كلنا إخوة في يعني الوطن كل العربي كله إيه واحد. بس إن الدين عند الله الإسلام. وربنا يجازيك كل الخير إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول. وأكثر من الصلاة والسلام على الحبيب وعليكم بذكر الله الدوائين، ذكر الله والاستغفار والصلاة على رسول الله. ربنا هي يعني في كرب هيفك كربك، في هم هيشيل غمك وهمك. لأن من كان في هم أو غم فصل على المختار يأتيك بالفرج صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. لأن أبو الدرداء بيقول أنا بحبك يا رسول الله أصل عليك قد إيه. أبو الدرداء الصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو الدرداء. مش هقول أبو الدرداء خلاص، زي ما الناس أنت يا أستاذ فلان يا أستاذة يا يعني. وعليكم السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ربنا يصلح لكم وبالكم يا رب العالمين. يبقى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. سيدنا أبو الدرداء بيقول سيدنا الحبيب الغالي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الغالي العالي سيدنا رسول الله بيقول له يا رسول الله إني أحب الصلاة عليك، يعني أصلي يعني كم أجعل لك من صلاتي؟ النص. قال له إن شئت وإن زدت فهو خير لك يا أبا الدرداء. إن زدت يعني ما إن شئت وإن زدت فهو خير لك. طول ما بتصلي كتير لك الخير كتير ولك الحسنات ولك، وهيبعد عن كل الأمراض. الصلاة على الحبيب جميلة أو وذكر الله يعني كله ذكر الله وصلاة على رسول. أما بدعيش يعني بقول قدع دفقية ولا حاجة، أنا بدعي بقول تعالوا نذكر الله ونصلي على الحبيب ساعة، نستغفر ربنا ساعة عشان ربنا يقبلنا في الطاعة. كل يوم نصلي على الحبيب. اللهم لك الحمد. اه نعم مام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا يشفاها وعافاها وبارك فيها يا رب العالمين. اللهم يبقى ان المعامله بالحسنى. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. وجادلهم بالتي احسن سبحانه وتعالى. يعني ربنا ما قالش يعني اللي يشتمنا اشتمه اللي يأذينا أذيه، لا تشطان. ودي ضعف الإيمان، يعني من ضعف الإيمان أن تجعل الشيطان له وليا ونصيرا عليك. اللهم صل وسلم وبارك. حصة شرعي حصة شرعي. اللهم صل وسلم. محاضرة المعاملة بالحسن يعني عامة يعني. لكن لما أقول بقى عن الصلاة، إحنا اتكلمنا قبل كده عن تعريف الصلاة
وشروط صحتها. لسه بقى نتكلم على الواجبات والسنن والمستحبات وصلاة النوافل، يعني إن شاء الله دي محاضرة شرعية وكذلك، لأن أنا بتكلم في الدين. يبقى المعاملة بالحسنى، العنوان المعاملة بالحسنى، ولا نعمل إلا ذلك، ولا نفعل إلا ذلك، لأن المؤمن كالبنيان يحب بعضه ويشبك أصابعه أكنه واحد سبحانه وتعالى. المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه من المعاصي. يبقى المسلم يعني المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن كان في عون الله في عون أخيه كان الله في عونه. يعني معنى الحديث، يعني أنا ما بقولش الحديث بالنص أن يعني اللي بيجي في دماغي، لأن ما بقعدش أحضر من الشيء، ما بدرس حصة أو الكلام بيبقى عام، لأن دي ساعة الله أعلم بيخد قد إيه في الوقت، لأن أنا سبحان الله هو ربنا اللي بينطقني الكلام، لأن أنا لو حضرت ممكن أغلط في حاجة أو كده أو لكن أنا ما بحضرش، بتكلم ربنا اللي هو اللي معين، هو اللي بيحدد، وهو اللي سبحانه قادر على كل شيء، هو الودود، ربنا يودنا بوده. يبقى المعاملة بالحسنى، أنا قلت في الأول الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا عاملوا الناس كما أنتم حبوا أن تعاملوا به، يعني اعمل يعني زي ما انت بتحب الناس تعاملك بايه، عامل الناس بمثلهم. ان كنت انت بتحب يعاملوك بالسيء هم مش عاوزين كده، لان مثلا الشيطان يسيطر عليك، انت شراني بتشرب سجاير بتشرب حاجات وحشه، دي ليس من الاسلام. الاسلام المسلم ايه الاسلام؟ تسلم نفسك لله في كل حاجه، فوضت امري اليك ولجأت ظهري اليك، لا ملجأ ولا منك الا اليك يا رب العالمين سبحانه وتعالى. أقول فوضت أمري إليك ولجأت ظهري إليك، يعني فوضت الأمر كله إليك، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد سبحانه وتعالى. الله أعلم بما في نفوسكم وأعلم بالنيات، نيتك خير ربنا يديك الجزاء الأوفى، يعني الله يجزي، يعني طول ما أنت بتعمل خير ربنا يديك أكتر. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ما شاء الله. ايه الزيادة؟ رؤية الله سبحانه، الحسنى الجنة، والزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى. يعني بدخل لكم في يعني تبقى قصة، كلمة في قصة، آية في قصة، سبحان الله، يعني نتعظ ونتعلم. لكن هو العنوان بتاع المحاضرة، الله الحصة ليش زعلانة؟ مش زعلانة عشان أيمن منه اتغدنا وقلت له لا مش زعلانة، بتضحك يعني تحكمهم. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، اللهم صلي على الحبيب صلاة لا تعد ولا تحصى، صلاة دائمة بدوام الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر. سلام على ألف، الله يسلمكم من كل سوء. اللهم صلي، السعودية بيسلم عليك يا مام، الله يسلمكم. شوف ما تسمع تسمع حد من السعودية بتفوق على طول، الله يهديك الخير يا رب كمان وكمان. أنا مصحية، صلنا العصر وتغدينا وأمنا قلت لها هنفتح بقى الله عشان اتكلم شويه العصر، لاني هخلص المحاضره ديت واستراحه كسره اكمل في سوره البقره ان شاء الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. يسلموا عليكم قلتين السعوديه، ربنا يحفظ السعوديه واهلها يا رب العالمين. يا رب كل شر يا رب، نحن كل المسلمين اخوه، مصر والسعوديه واحد، وبنحبكم يا رب. ازاي ما نحبكوش؟ لازم نحبكم فوق راسنا، لان الرسول يعني كل حاجه هنا، الخير كله، خير كله هنا، ورزقنا هنا وسبحان الله، ورزقنا وجانا هنا يهديكم، رزقنا هنا وكلمكم سبحان الله، ونشوفكم الروح والروح المكه والروح المدينه ونشوف الكعبه وكل حاجه. عمال ابص على التلفزيون. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، كلنا أهل وكلنا إخوة وكلنا متحبين في الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى العنوان بتاع عنوان المحاضرة أعيده تاني، المعاملة بالحسنى، عامة، عامل الناس كما أن تحب أن تعاملني به. أقول يا أستاذة بطة، أقول لك يا أستاذتي، يا حبيبتي، يا دكتور، يا دكتورة، وهكذا. لكن يعني ما قلش بشأن الناس، لأن ربنا رفع ورفعنا لك لذكرك لرسول الله، وربنا خلقنا في أحسن صورة، في أحسن تقويم، نحب بعضنا البعض. يعني المؤمن للمؤمن كالبنيان، ويشد بعضه بعض ويشبك أصابعه. يعني أنا بتكلم
ممكن ما كملش نص الحديث او كلمه في حديث، يعني ما حدش يقول لك الحديث ايه او جايباه من، ما بجيبش حاجه من عند باباه ولا ماماه، عشان اللي بيه اهل البدعه واهل السنه او اهل الشيعه او اهل الخوارج اللي بيتكلمهم يعني بدل ما يتكلموا كلام ما لا يليق، اتكلموا اذكروا الله صلى على الحبيب ينفعكم، لكن مش كل حاجه تقول لي بدعه انت جايباه منين وتقعد يعني عامل لي فقيه او سافي او بتتفقه عليه. لا ما بحبش حد يتفقه علي ولا احب حد يعني انا ربنا علمني بعلم على قد علمي بعلم البشر وجميع العالم، والله اعلم بالعباد. والله اعلم بما في وربنا نتكلم ونقول الله اعلم بالعباد وربنا اعلم بنيتنا، والحمد لله نحمده ونشكر فضله على ذلك حمدا كثيرا. يبقى المعاملة بالحسنى، ايه المعاملة بالحسنى؟ نرجع تاني، عاملوا الناس كما ان تحبوا ان تعاملوا به. عندك قطة في البيت، عندك حاجة في البيت ما لا تؤذيها ولا تضربيها، عندك حاجة في البيت ولادك حافظ عليهم، لان في ناس مش يعني ما عندهاش خلفة محرومة، يبقى انت لو ربنا ما ادكش كنت تعملي، لكن ربنا ادك اولاد تحافظ عليهم وتحبيهم عشان يحبوكم. يعني انت ما كما يعني كما تدن تدان، انت ربيتها هتلاقي احسنت العمل احسن، يعني لقيتي احسنت التربيه احسنت العمل، يعني مثل ماما احسنت التربيه احسنت الجزاء، ربنا اللي بيجازيه مشاني، ربنا اللي بيجازه بس يعني بيسبب الاسباب، يطلع بنت طيبه ابن طيب يبقى كويس، ومراته ممكن مراته تكون كويسه تحب اهله، لكن لو مراته شريره هتكرهه في اهله ويكرهه. الواحد ما يكون عنده امان وتقى لازم اهلك، اهلك لا تهلك. اللهم صل وسلم وبارك على ربنا يصلح حالك يا حبيبتي بزوج صالح وطيب، ربنا يجبر خاطرك. اللهم انك عفو كريم تحب العفو. يبقى المعامله بالحسن، عشان التلخيص بقى في المحاضره، المعامله بالحسن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا عاملوا الناس كما ان تحبوا ان تعاملوا به، يعني زي ما انت عاوز ينعمل لك ايه عامل الناس كذلك، لانهم بشر ربنا خلقنا واحد وما فرقش بيني، اللي يفرق بينه بقى العمل، عملك صالح عملك غير صالح، اللي هو الطالح يرفع ويرفع يرفع الله يعني المقام اللي بيعمل الصالح، وايات كتير وفي سوره فاطر وفي القران كله، وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحت، اما يعني تبسمك في وجه اخيك صدقه، يعني اما ابتسم لكم كده وانا قاعده باخد صدقات، مش هقول بتضحك ليه فيه ايه، لا، لان الاستاذ او الاستاذه او الدكتور لازم يبتسم للعالم عشان ربنا يديله اكتر واكتر، ويصب عليه نفحات العلم ونفحات الخيرات والبركات من الله سبحانه وتعالى ببركه الصلاه والسلام على الحبيب. اللهم لك الحمد ولك المعاملة بالحسنى، يعني وجادلهم بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه كأنه ولي حميه، يعني عداوة تبعد عن العداوة، أنت ابدأ بالحسن، ابعد عن السيء، لو أنت بتصلي مش هتكره حد، لو أنت بتصلي على رسول الله مش هتكره حد، صدقوني، لكن أنت تاني بصلي على الرسول وأختك تاني مش عارف، لا، خلي قلبك وعقلك وكل جسمك لله فقط. يعني شوفوا ربنا وامنوا بالله ورسوله وامنوا بالله، اللهم اسماء الفل والخيرات والعسلاء، اللهم انك عفو كريم تحب العفو، يعني اخلي امري كله الى الله وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد، شايف جميع العباد، ما حددش بقى المسيح انت مسلم انت مؤمن، لا العباد جميع العباد، لان ربنا خلقنا كل واحد على دينه وكل واحد على سبحانه وتعالى، واللي بيأسلم بيبقى احسن وافلح في الدنيا والاخره لنفسه ويبقى في الاخره ربنا رضى عنه في الدنيا والاخره، يعني لان النار والعياذ بالله الواحد لو اتكلم عن النار اللهم اكفنا شر النار وعذابها وغضب الله، يعني شوف اما ربنا بيغضب على القوم بيسلط عليهم ايه، الرسول قال اللهم لا تسلط عليهم يعني عدوهم من انفسهم او لا ما يعني دع علينا بالبركه بقى مهما حصل لنا، ربنا لطيف بعباده المؤمنين، امه سيدنا محمد امه الحبيب رؤوف به ربنا سبحانه وتعالى، والرسول يقول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه وامهاتهم سبحانه وتعالى، يبقى رسول الله رؤوف رحيم على صفه الله سبحانه وتعالى، وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى، ربنا رحيم على طول دائما وابدا، هو رحيم بنا في السراء والضراء، بيبقى منزل البلاء عظيم كبير على ما ينزل يكون صغير،
وبيصب على الواحد الصبر. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا يبارك فيكم، ربنا يجازيكم للجزاء الاوفى يا رب العالمين. شوفي سيدنا ابراهيم عمل ايه، واللي يعني بيقول الجزاء الاوفى يعني، وابراهيم الذي وفى. عارفين وفى يعني ايه؟ ادي ابنه كده سيدنا اسماعيل وقال له هذبحك، قال له يا ابا تفعل ما تؤمر. في القصه اسمها الذبيحين، سوره الصفات او سوره الذبيحين، الذبيحين اللي هو ابراهيم واسماعيل. يعني قال له انا شفت في المنام كذا وكذا هذبحك واعمل لك. يجي للشيطان لامه يا هاجر، مالكيش الا هو وانت تواد وحيد وانت جايبها بعد عمر، بعد يعني بعد عمر طويل. قلت له ابعد يا لعين. شوف المؤمنه امنا هاجر، السيدة هاجر حبيبتنا هاجر، أم يعني ابعد يا لعين. وعمالة بقى كل ما يجي ابعد يا لعين، يجي لها من ناحية دي من ناحية دي، ابعد يا لعين يعني ابعد يا شطار، لأن هو اللعين بيفسد بين الناس والعوذ بالله. يبقى اللهم صل وسلم وبارك عليك. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا سبحانه وتعالى. في آخر سورة النجم سبحان الله، انا بقرا قران او بصلي على الحبيب ببكي، لان ما تتعودوا كده ربنا يصب عليكم الرضوان من عنده، الرحمات والمغفره الذنوب وستر العيوب. ربنا اللي يعني اللي بيستعمله في طاعته عمره لا يزحزح عنها ابدا. الايمان دخل قلبه ويثبت الايمان، ربنا بيصب عليه الفيضانات الربانيه، النفحات الربانيه سبحانه وتعالى. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يبقى المعاملة بالحسنة، نعامل الناس بالحسنة. ايه الحسنة؟ الكلمة الطيبة، ما عاملة ايه يا حبيبتي، كيف حالي، الحمد لله، عندي قطة في البيت اطبطب عليها، احط لها تاكل احط لها تشرب. اللي بيربط القطة واللي بيربط الطيور يحافظ عليه، لان دي روح ارواح بتسبح لله سبحانه وتعالى. يعني كنا في مصر عندنا الطيور جميع، لكن عمر ما ازهاجي بحبهم، وبالذات الويز بقى اللي في مصر عارفين الويز يعني بيسبح ربنا ليل ونهار صوت، اقعد اذاكر حواليا الطيور كده والويز ما شاء الله، لان بحب تتفرج عليه يعني تتمتعي تقولي سبحان الله ربنا خلقها ازاي، وبتذكر ربنا بس بطريقه اللي ربنا كاتبها لها. نام للنحل سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، يسلموا عليك ويسلمون على العسل الجميل. ويسلمكم ربنا. والأستاذة هاجر ما شايفها لسه نايمة، لسه على ما تصحى. اللهم صل وسلم وبارك عليك. واختي الأستاذة انتصار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو. اللي بيسألوا علينا نسأل عليهم، وكم ربنا يكبر خاطركم أجمعين. والدكتور أحمد والأستاذ كمال يا رب صح حالهم وبالهم يا رب العالمين، وأهل السعودية كلها يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. يبقى الحسنى الكلمة الطيبة، الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني في سورة فاطر الكلم الطيب، يعني نقي الكلام الطيب الجميل اللي ليك قبل غيرك، صدقني ليه نفسك قبل غيرك، لأن النفس ساعة ما الواحد انتهى خلاص، كل نفس مما كسبت رهينة، كل نفس مما كسبت رهينة. اللي انت عملته لقيته، طلعت صدقة، أكلت يتيم، مسيت على رأس يتيم، عملت الخير هتلاقيه، صليت الفرائض صليت النوافل، صمت اثنين وخميس، أي اللي انت عاوز اعمله هتلاقيه قدامك، هتلاقي القبر منور أمامك. يعني ساعة ما يقول أنا عملك الصالح ولا منور القبر، لكن ولا عزه بالله اللي ما كانش بيصلي وماشي في المحرمات وماشي في الخمور، في الخمور المخدرات والحاجات اللي بتفسده وتفسد ويفسد أهله ويفسد عليه غيره، لأن يعني بتفسد المخ، بتفسد الصحة، بتفسد العقل، فسد طغى زي فرعون ما بقاش حد. لكن فيه اللي بيرده ربنا بيديله وينتقم منه أشد الانتقام. لكن لما ترجع إلى الله وتتوب إلى الله توبة النصوحة، ربنا هيهديك للإيمان والإسلام، لأن الإيمان هو من وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان تعرف الإيمان من وقر في القلب وصدقه العمل. يعني أني مؤمنة بالله أعمل إيه؟ أو ما أتوضأ وأصلي، أستغفر ربيني، أتصدق، أعمل الخيرات، أكلم الناس بالحسنة وبالأدب والاحترام وإكراما. يعني
مش احترام بس، لان كلمه احترام لا فيه يعني اكرمهم، عارف ايه الاكرام؟ يعني انه كان من شيم الاخلاق اللي هو اللي بيكرم الناس، لكن كلمه احترام دي مش يعني، لكن اكرام يعني الاكرام افضل كمان من كلمه الاحترام، لها معاني اكبر واكثر يعني واحسن كمان. يعني حتى في المثل البلد اكرموا لاجل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اكرموا لاجل النبي، اكرموا الضيف، اكرموا الضيفه، يعني بيقول يعني احسن لما يجي الضيف اكرموه، يعني اسرعوا له باي حاجه بسرعه، مش هقول اقعد اخش جوه اطلع اعمل له ايه ولا ايه، على ما على ما الوقت يعدي يكون مشي. لقيت الضيف بيجي بيجيب الخير معاه والملائكه بتدعي له. يعني سيدنا ابراهيم لما الملائكه نزلت عليه وراح البيت، سلام قول منكرون، يعني كذا قصه في سورة هود، سلام وبيته يعني ورحمته وبركاته عليكم أهل البيت إن أحمد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم أرى وجاءته البشرى جادلنا في قوم لوط، يعني قالوا لا تخف إن أرسلنا لكم. المهم إيه، وجاء بعجل حنيذ، الحنيذ اللي هو يعني عجل كبير سمين، فقربه إليهم قال لا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا غلام من حليم وعليم، يعني في الاثنين، واحدة في هود والتانية في الذريات. وربنا يكرمنا بالقرآن، القرآن كله زي ما قلت لكم مفسر بعضه البعض، يبقى القرآن مفسر بعضه البعض. يعني سبحان الله اللي بيكرم ده الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني محاسن، يعني ايه احاسنكم الي مجلسا احاسنكم اخلاقا، الذين يؤلفوني يؤلفوني، اللي بيدخل على الناس السرور، ادخال على المسلم السرور ازاي، اللهم صل وسلم وبارك، ربنا يحفظكم كل سوء، يبقى ادخل على المسلم السر، اهل بيتك اولا والناس كله كلنا أهل واحد، المسلم للمسلم كالبنيان، المسلم للمسلم كالبنيان، يعني والمؤمن للمؤمن يعني كالبنيان، الاثنين معنى واحد. المسلم من سلم المسلمين المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني المعاصي والاوزار والذنوب والمحرمات وكل الحاجات الوحشه. يبقى أنا اتكلمت عن الإيمان والإسلام، فيها في حديثين، يعني الإيمان من وقر في القلب وصدقه العمل، سبحان الله، الإيمان ربنا جعلنا من أهل الإيمان والقرآن والإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وعلى نعمة القرآن، يعني نحمد الله على كل حال. تقول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانه وتعالى، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يعني شوف المحاضرة جميلة وعسل، كلها كلمات مسلسلة جميلة، يعني مرنة ولينة، سهلة الألفاظ وسهلة المعاني. ما ربنا بيقول لموسى يا موسى فرعون طغى، فرعون طغى هو وكم بتاعه، روح قول له كلام لين مش كلام جميل أو كلام عاصي أو اشتمه أو العنه، قول له كلام لين يا موسى، يعني قلهم بالراحة وهديهم بالراحة، عملوا به عمل، ما عملش غرقهم في البحر، قال لهم يلا روحوا بقى في دهي. يعني شوف، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، سبحان الله، يعني ربنا عارف اللي هو طاغ وفسد في الأرض ويقتل الناس وبعمل، بس قال له بالحسنى، يعني الحسنى الكلام اللين، الكلام الحلو، الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة، يعني الكلمة الطيبة، ربنا يصلح حالك وبالك يا رب العالمين، ويعطيك الذرية الصالحة، اسم إسراء حبيبة الأستاذة إسراء، يا رب جيبي توائم يا رب، اللهم انك يا رب يا رب يا رب، ماما بتدعي لك، مامتك بتدعي لك، ودعوه يعني دعوه على الهواء مباشره، ربنا يكبر خاطرك يا رب، ويراد المحروم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يبقى انا عرفت الايمان وتعريف الايمان والاسلام. الايمان من وقر في القلب وصدقه العمل، يعني انا مؤمنه، طب مؤمنه ازاي؟ قوم صلي، قوم حوائج الناس، يعني حوائج الناس اللي واحد كبير او واحده كبيره اعمل لله، مش مستنظره منهم حاجه، مدينا صحه اتزكى بالصحه بتاعتي، ومن يتزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير، اللي بيعمل بيعمل لنفسه الحساب، لما تلاقي نفسك كده فرحانه وعملت خير هتعمل اكتر واكتر، لكن ولا عز بالله بيعمل شر بيفسده ويهديه للشر برضه كذلك، يعني ما يعني ويهديهم الى عذاب السعير ويهديهم الى الصراط المستقيم، في ايات كثيره سبحانه وتعالى، هو ربنا الهادي، لكن ما تقولي فوضت امري لك يا رب، ربنا يهديك الخير كله،
ربنا يصلح حال الجميع يا رب العالمين، احوال العباد والبلاد. احلى دعوة افضل دعوة، اللهم اصلح احوال العباد والبلاد، جميع العباد، لاننا كلنا عبد لله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، يا رب احوالنا كلنا يا رب العالمين. يبقى كده انتهينا من المحاضرة، المعاملة بالحسنى، يعني المعاملة بالحسنى كلمة طيبة، وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. شوف انا ما بجيبش حاجة من دماغي، من القرآن. وقولوا للناس حسنا، جميع الناس سواء مؤمن كافر مسلم مسيح اي 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 كانت ايه جنسيته. اللهم صل. انت بتدرس بالسعودية بالمدرسة؟ لا انا في المدرسة ده، انا في محاضرة على الهوى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، لأنا بدرس في مصر والسنة عندي في السعودية واخدة أجاز، ودرست في أنا مدرسة في الإعداد أصلا، بس أنا درست للسنة وبقسميه علم وأدب ومواد ما كنتش بعرف يعني العروض كلمة منطق الكلمات، لأن أنا كنت علم أصلا، بس حبيت يعني اللي بيحب الحاجة لازم يدرس، ودرستها السنة وكله والميراث وكله، يا يعني ربنا ما حرمنيش من حاجة، درست للعلم أولى سنة وتالتة سنة وكله درست له. اللهم صل وهن بالسعودية في الرياض، يعني درست للسنة وبقسميه في الأزهر في علم وأدب وفي الإعداد السنة، وأنا بدرس جميع العلوم يعني عربي نحو صرف فقه حديث تفسير اللي ربنا بيعلم، وتفسير القرآن دي يوميا إن شاء الله سواء بالعصر أو بالليل، لأن ربنا فتح علي يفتح العارفين بتفسير القرآن المبين، يعني الكلام الله المبين بلسان عربي مبين، ربنا بسهل الأمور تفسير سهل كلمات مرنة، تفسير يعني المعاني الربانية من كلام رب البرية، يعني الكلام الرباني مفسر بعض، بس أنا بنعرف بعضنا اللي عنده معلومة يقولها، لكن دي مش معلومات دي كلام الله. اللهم صل وسلم. في اختصاص شريعة وتربية، معي تربية، معي تربية اثنين دبلوم تربية في اللغة العربية، بس أنا بدرس بقى علوم اللي هو علوم القرآن فقه حديث تفسير علوم القرآن بأنواعه، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ربنا يكبر خاطرك يا رب العالمين. يعني اختصاصي وتجويد، علم التجويد تخصص قراءات، يعني اللي درست حاجة أو حتى ما بتجتهد، يعني أنا معي الشهادات بس ما قعدت مع جيت السعودية قلت يا رب أشتغل، قال له السعودية وأنا عاوز أشتغل، ما السعود والسعودية كلها واحد، يعني كلنا اللي بيقعد في السعودية يبقى من السعودية وأنا من السعودية إن شاء الله، وربنا يدينا الخير كله. علوم الحديث علوم الحديث الحديث ما هو أنا لا أنا في واخدة شرع بس بدرس الحديث، يعني ما يجي الحديث دي ضعيف دي حديث، لكن أنا بتكلم كلام عام ما خصصتش، يعني أنا بتكلم أما أكون محاضرة بخصص العنوان، إيه المعاملة بالحسنى زي اتكلمت كلام عام، جبت حديث جبت آية، هو ربنا اللي بيخليني أنطق وأتكلم، أنا ولا بقرأ من ورقة ولا محضرة في دفتر، لان انا مش حصه عليا هقضي الحصه في المدرسه واروح خلاص او امسك الدفتر احضر، لا حضرت كتير واشتغلت كتير في مصر الحمد لله، وفرحانه لاني جيت السعوديه، بس عاوزه قلت يا رب اشتغل في مسجد رسول الله في الروضه كمان مش اي مكان، بركه دعوات والدي لان ربنا رضى عنه والدي راضين عنه، وربنا يدينا الخير كله يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم يبقى المعاملة بالحسنى، ربنا قال في سورة التوبة وأقول في سورة البقرة، وسورة التوبة مليانة كلام جميل، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم خيف عليني خيف علينا من نار جهنم، وقال له يا رب لا أرضى لواحد من أمتي في النار أبدا، شوف يوم القيامة الشفاعة العظمى، عارفين ايه الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأهل الكبائر وأهل المعاصي، هذه احنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كلنا اللي يمضي أمة محمد يعني وخايف علينا كلنا، يعني موسى بيقول له خليني وياه، قال له لا، قال له خليني ويا أمته، يعني بقى موسى زينا دلوقتي سيدنا موسى اللي هو كان بكلم الله سبحانه وتعالى، احنا قاعدين في السعودية في الرياض. اللهم صل وسلم، ده واخده اجازه من المدرسه
في مصر، لكن انا قاعده في السعوديه وتنين في السعوديه ان شاء الله ربنا يكرم، لان انا بحب السعوديه واهل السعوديه والمدينه ومكه بالذات، لان فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم، من احب شيئا فليكسر منه، من احب رسول الله فليصلي عليه كثير حتى يوصل له. تزوجت هنا من زمان وقاعده هنا، يعني بقت من السعوديه. بس انا مصريه اصلا، متجوزه في مصر وجنها السعوديه، وهو الحاج قاعد من زمان هنا، ربنا يجبر خاطرهم ويصلح احوال العباد والبلاد يا رب العالمين. في الرياض، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. يعني الحمد لله نحمد ونشكر فضل على كل النعم، واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه، واذا مسه الشر فيئوس قنوط، لكن الواحد ما يمسه خير يقول الحمد لله على نعمه الايمان والاسلام، وكفى بها نعمه الايمان والاسلام، وينشر الخير سواء انا او حضرتك او حضرتك، اي كلمه عارفها اقولها للناس بالخير، ادخل السرور على، يعني ادخال السرور على مسلم، يعني افضل حاجه عند الله ادخال السرور على مسلم، يعني كلمه تريح القلب ينشرح الصدر. انا ما بقعد اسمع المدينه، جاي على المدينه او مكه بسمع القران، اسمع رسول الله، فضل الصدقه، فضل الصلاه والسلام على رسول الله، فضائل الصلاه والسلام على رسول الله، لان لا تعد ولا تحصى. انا بقول لحضراتكم المعامله بالحسنى في سوره البقره في بني اسرائيل، وقول وبالوالدين احسانا وقولوا للناس حسنا واذ اخذ الله ميثاق بني اسرائيل، يعني في اول البقره بعد، يعني بعدها في ربع الربع او ثالث، يعني ما شاء الله كل حاجه في القران. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. يبقى وقولوا للناس حسنا، عارفين ايه الناس؟ جميع الناس، مسلم مسيحي مؤمن كافر، على يعني على شاكلته، يعني كل يعمل على شاكلته، فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. سبحان الله، يعني ابو بكر قعد كم سنه في 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 في, في, في يعني كافر، واسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخر بقى من اصحاب رسول الله، وبقى يعني مقامهم من قبر جنب رسول الله، وسيدنا ابراهيم وسيدنا عمر وسيدنا عمر كانوا طالعين من الكفار، من الكفر الاساس. وسبحان الله، كانت الدنيا مبنيه على الكفر، اعوذ بالله، زمان وهتخلص على الكفر برضه. الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا، زي ما ماما قالت، يعني الاسلام اللي مسك الماسك على الايمان والاسلام يتنه ماسك عليه، ما خليش حد يزعزعني ولا يضحك علي، انا بصلي ما خليش حد يلهين عن الصلي، انا بعمل حاجه ما خليش حد يعملها. اللهم اتخرجت كده دراسه في الجامعه او ما مش فاهمه، اتخرجتني كده، انا متخرجه من مصر، جامعه مش جامعه واحده، جامعات، اللهم صل، ودرست واتمنى ادرس هنا ان شاء الله، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر على زي. واما بنعمه ربك فحدث، يعني اما بنقول عملنا وخلينا دي شكر من الله، يعني تشكر ربنا، ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. ليه ربنا ادانا نعمه نشكره ونحمد فضله ونشكره اكتر واكتر، ونقول يا رب هنعلي الايمان والاسلام وهننشر اكتر واكتر يا رب. احنا بنقول قال الله وقال الرسول، ربنا اللي بنفسر بالقران الكريم. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، قران مش صعب للام، لان الرسول ام اصلا، يعني ربنا بيقول في سوره واتبعوا، يعني واكتب لنا في هذه الدنيا حسنات وفي الاخره انه هدنا، قال عذاب اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فساكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاه والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل، ويامرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. شوف القران، يعني ايه واحده جابت لك الطيبات والخبائث والامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر، مين؟ النبي الامي اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا قال اتبعوه لعلكم تهتدون، يعني ما تسمعوا كلام الرسول او كلام، احنا بنقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الامي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، ربنا علمه وربنا اللي فضله وربنا نصره وربنا جبر خاطره في ليله الاسراء والمعراج، بعد ما شاف الويل، بعد ما كان عامل حزن، ايه عامل حزن؟ اللي مات عمه ابو طالب والسيده خديجه ام المؤمنين زوجته، السيدة خديجة، ماتوا الاثنين في عام واحد، اسم سموها عام الحزن،
لأنه حزق الاثنين في وقت واحد اللي ما كانوا بيواسوه وحافظوا عليه. سبحان الله، ربنا طلعه في 7 سماوات ليلة الإسراء والمعراج ونزل بأحسن هدية الصلاة. تاني يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة. سبحان الله. ويوم القيامة بقى الشفاعة العظمى. ايه الشفاعة العظمى؟ كل الأنبياء تقول لست لها لست لها، يعني أنا مش قد الشفاعة. أبونا آدم، ايه سيدنا نوح، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا وهكذا، لست لها لست لها. يرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا ويقول أنا لها أنا لها أنا لها، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ربنا يقول له أم يا حبيبي، أم يا رسول، كم يعني اشفع تشفع، اشفع تشفع، اللي انت عاوزه اعمله لك. قال له يا ربي اللهم صل وسلم رأيك في السيدات اللي تلعب تلعب ملائكة ملائكة صح ولا غلط، ملائكة ايه تلعن ولا تلعب ملائكة، وضح السؤال. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول، يعني تلعب بالملائكة ولا بتستهزئ الملائكة؟ أنا مش فاهمة السؤال لحضرتك، وضحه أكتر. إيش رأيك في السيدات اللي بتلعب ملائكة صح ولا؟ أنا مش يعني في كلمة أكتر وضحك عند حضرتك. يبقى اللي اللهم صل يخر الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا ويقول أنا لها أنا لها، فيقول الله ربنا سبحانه وتعالى ارفع رأسك تشفع تشفع، يقول ولا أرضى لواحد من أمتي يا رب في النار ولا سوف يعطيك ربك فترضى، صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى. شفت المحاضرة جميلة وسهلة، تلعب اللعب الرياضة اللعبة الرياضية الملائكة الملاكمة اللي يعني بتلعب السيدة بتلعب الملاكمة عادي، ما هو رياضة من الرياضيات من يعني رياضة بدنية ما فيهاش حاجة، هذا اللي ذكر الله وتصلى على رسول الله. وطول ما الواحد بيلعب أي لعبة مش من المحرمات خلاص. إيه المحرمات يا أستاذي أو يا أستاذتي الفاضلة؟ اللي شرب الخمر، اللي حاجات الوحشة، لكن أنت بتلعب يعني شرب السجاير ذاتها حرام، السجاير جميع المحرمات المخدرات والحاجات الوحشة كلها، لكن اللعبة الملاكمة والرياضة والكورة والحاجات دي الرسول قال علموا يعني علموهم السباحة والرمال وركوب الخيل. السباحة يعني في البحر والعوم، وركوب الخيل يعني دلوقتي احنا فيه كورة وفيه ملاكمة وفيه حاجات، ما كانش أيام رسول الله. لازم نتعلم كل الخيرات. اللهم صل وسلم، تحتاج إلى قوة بدنية وعضلات ضخمة، والستات ما تعرفش قوة بدنية وعضلات، ما ربنا يدعي على قديه تلعب على قديه، مش لازم تلعب يعني تكسر ضلعها ولا حاجة، لازم تلعب على قديه مش يعني مش لازم تبقى عندها ذمة أو في اللعب تعمل في ضلعي. لا مش في أصل فيه دلوقتي في النادي والحاجات دي مام بيقدم زي ما في مصر كده الملاكمات والحاجات دي. مصر النادي والحاجات يعني مصر جميلة، يعني مصر جميلة جميلة فكل حاجة. الرجل مثل يعني الرجل والمرأة سواء، هذا اللي انت بتأمر بالمعروف تنهى عن المنكر خلاص، لكن في حاجات يعني محددة لهم ما بيعملوهاش يعني، بس كل حاجة بقوا يشتغلوها النساء، يعني تقف تخبز قدام المخبز، تقف تعمل كل حاجة، بتبني بتعمل لربنا اللي بيعين. يعني واحدة مثلا ولادها جثة مات وهي بتربى ايتاه وموظفة أو بتعمل شغلة صعبة، مين اللي هتستنى من الناس تديها؟ لا. اللهم صل في ستات بتمارس الحديد وعضلات ضخمة وأقوى من الرجال. يعني أنا بقول لحضرتك أو يعني ربنا بيعطوهم الصحة والعافية، لأني بيحبوا لما تحب العمل اللي انت بتعمله هتتقن فيه. زي الدراسة، انت عشان تبقى دكتور أو كده بتذاكر وتجتهد عشان تبقى حاجة كويس، اهي العضلات برضه في جيم السيدات مش حرام. او ما هو يترى عند ما هو الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم، يعني عاملين الرجال والنساء لوحدهم لانه بيبقى لابس يعني ما يبقى لبس النقاب بتقلعه او كده، ما ينفعش الرجال ينظر له اللي واخده على النقاب، لكن النقاب اصلا مش فرض، النقاب من مستحبات يعني. يعني عاوزه تلبسه البسي، هو الخمار فاضرب بخمرهن على جبهن اللي هو منطقة الصدر بس اللي تداريه، وبدل انت لابس لابسه فضفاض واسع ولا شفاف
خلاص دي لبس يعني، لكن تلبسي طويل تخيل الناس وتكعبلي في الارض تدين الاسلام، ربنا ما امرش بكده ابدا، ولا الاسلام امر بكده. الاسلام انت من اسلم المسلم، اللهم صل وسلم. يعني عيب الست اقوى من زوجها؟ لا مش عيب، ده ربنا اللي معطي الصحه على يعني الصحه، ربنا يعني ربنا اللي بيعطي الصحه، بيقول اللهم اسالك صحه في ايمان وايمان في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح. يا رب ادينا الصحه سواء واحد او واحده، الصحة دي ربنا اللي بيعطيه. سيبوها تعمل ايه عوزاف بس بدل في الخير وفي ذكر الله وصلاة على رسول الله، خلاص مش مقصرة في بيتها او مقصرة في حاجتها او في اولادها، خلاص يعني الواحدة خلوها تعمل في الخير، تنشر خير وتنشر الخيرات كلها عشان ربنا يكرمك. يعني ما حش زوجتي، ما حش اختي، ما اضربش اختي، ما اذيش اختي، يعني بتكلم المعاملة الحسنى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول. يبقى المعامله الحسنى في كل مكان وكل زمان، يعني باختصار شديد، وقولوا للناس حسنى، يعني مش جايبها من عندي، في القران المعامله، عامل الناس كما انت تحب ان تعامل به نفسك، يعني زي ما انت بتحب الناس عاوزين انت تبقى ايه، عامل الناس كذلك واكثر، لان هيبقى لك في الاخره، في الدنيا وفي الاخره. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله، انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا شكرا يا حي يا قيوم. يعني ما شاء الله، يعني اتكلمت على المعامله بالحسنى، الاحسان، تخلص ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك، في كل مكان هو الله موجود وهو معكم اينما كنتم. ربنا لو انت قافل على نفسك عامل ايه وبتعمل حاجه حرام او حاجه وحشه او معاصي، ربنا شايفك وينتقم منك اشد الانتقام، لكن ملجا ربنا وصلي وربنا. شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم راح فين؟ اتعبد فين؟ في الغار فوق الجبال سبحانه وتعالى، عزه وعبره للناس تتعظ. دي من معالم مكه ومعالم المدينه، جبل احد، يعني شوف جبل احد طويل ازاي سبحانه وتعالى، مش ورا رسول الله، يعني جري فرحان، قال له اثبت احد عليك نبي وشهدان وايه وصديق صلى الله عليه وسلم. رسول الله بيكلم الجبل، راح واقف مكانه، يعني معجزات، المعجزه الكبرى صلى الله عليه وسلم اللي القران الكريم وانشقاق القمر ونبع الماء من بين اصابعه، كل الكلام جميل. اللهم صل وسلم وانعم واكرم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. قد انتهينا من المحاضرة، وإن شاء الله استراحة كثيرة ونعود لسورة البقرة بإذن الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد ولك الشكر لك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، وصلي اللهم وصلي وسلم وبارك عليك حبيبي يا